السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا الحبيب؟ الحمد لله. عفو الله نعافيك وشفيك يا رب وإياك. سيدنا، إذا عطس الشخص أثناء الصلاة فهل يستحب له أو يشرع له أن يقول الحمد لله، سواء في قراءة الفاتحة أو في الوقوع في السجود؟ إذا عطس نعم يشرع له، يعني في أثناء الفتحة يقف عن القراءة ثم يقول الحمد لله؟ نعم، ما في أي مشكلة، ورد في ذلك حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. جزاك الله بارك الله فيك سيدنا الشيخ.